كديري لاباس عليكم اموركم هانيه مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا على قناتي وقناتكم رشيده بيوتيوب مرحبا بالناس الجديده اللي انضمت عندي لقناتكم نقول لكم مرحبا بكم الله يخطيكم عليا دونك اللي كيشوفوني لاول مره ما تنساوش انكم تابوناو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله وكنطلب منكم البارطاج ولي لايك ولي كومونتير بزاف باش هكا نكبروا العائله ديالنا لان كما كتعرفوا مؤخرا ما بقيتش خدامه على القناه مزيان على داكشي طاح التفاعل والمشاهده وكل شيء قلال فعلى داكشي كنطلب منكم انكم تعاونوني وتساعدوني الا كنتو كتبغيوني وكتبغيو هذه القناه هذه من النصائح اللي كتقدم لكم ومن كل شيء فعاونوني حتى نتوما عافاكم باش نعاودوا نطلعوا القناه. الفيديو ديال اليوم غادي نجاوبوا على بعض الاسئله اللي خديتهم من عندي من لي كومونتير وقلت علاش لا ما نجاوبش عليهم لانه مهمين وضروريين فخليكم معايا. دوا البنات باول تعليق ديال واحد البنت اللي مؤخرا ولات كتطلب مني بزاف ماشي غير هي بزاف ديال البنات اللي كيطلبوا مني نهضر ليهم على زهيدي واش زوين واش خايب واش كيزيد في الوزن ولا لا. المهم زهيدي راكم ديجا كتشوفوا قوه بلا 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 على والو. المهم ما عليناش غادي نبداو نقراو السؤال ديال البنت. قالت لي اختي رشيده هضري لينا على زهيدي فيتا بلس الاصلي. اول حاجه راه غير كيخربقوا عليكم بهذا اصلي هذا ماشي اصلي راه ما كايناش هاد الشيء بالضبط. هاد زهيدي وهاد اوكيبي وهاد داك دردق وداك التخربيق راه ما فيهاش الاصليه والغير اصليه. حدا مثلا نعطيكم مثال انا غادي نجي نهضر على هادي اديبال نقول لكم فوالا البنات هاد اديبال هادي راها اصليه وراه فيها اللي ماشي اصليه راني ما كنجيبهاش وما كنبيعهاش وطا طا طا طا. شوفوا باش نقول لكم واحد الحاجه انا ماشي خايبه ولا كنضيع البيع على شي واحد ولكن هذاك الشيء راه سم عباد الله. هذاك الشيء راه ما مزياش للصحه كتقتلي راسك شويه بشويه راكي كديري الانتحار الموت البطيء عباد الله. حتى غيجي واحد النهار غتلقاي راسك مفوريه غتلقاي راسك شرفتي بلا وقت الدوره الشهريه ديالك كتخربق غتجيك السكته الدماغيه تقدر تجيك السكته القلبيه هشاشه العظام تقدري تسببي راسك في عقم راه بزاف راه شوفوا ما تبقوش تثيقوا راه هادشي ما كنعرفوش الاصل ديالو منين جاي. هاد اوكي بي وهاد الدردق وهاد زهيدي وهاد التخربيق كامل فيهم ماده وحده اللي هي الديكساميتازون والديكساميتازون معروفه انها خايبه ومضره للصحه وكاينه في الفرماسيان ماشي ما كايناش ولكن كاينه لعلاج بعض الامراض والطبيب هو اللي كيعطيها لك وما كايناش في داك الاسم ديال اوكي بي ولا سميتو الاخر زهيدي ولا داك التخربيق كامل. هادشي راه ما كاينش في الفرماسيان كاينين في اسماء وحده اخرى ولكن فيها ماده الديكساميتازول اللي كتعالج لك بعض الامراض لواحد المده اللي هي معينه ماشي انت كتاخديها بست شهور بسبع شهور بالاعوام عامين ثلاث سنين وكتقولي لي صحتي تدمرات. راه بزاف صحتك ما تدمر راه غتخرجي على راسك راه كتقتلوا راسكم شويه بشويه وانتم ما كتعرفوش وانتم ما كتحسوش. راه عندهم اعراض اللي هي خايبه بزاف وهذاك راه ماشي غلط هذاك راه غير نفخ. واش كتعرف كاين فرق ما بين النفخ وما بين الغلط؟ راه الغلط بوحدو والنفخ بوحدو كتكوني منفوخه بحال شي بالونه شديتيها ونفختيها وبقات منفوخه نهار كتقطعي هذاك الدواء كتفشي بحال شديتي ديك البالونه ودرتي لها بق وطرطقات عندك سيمانه غنعطيك سيمانه ما نفوتش ليك سيمانه كتلقاي راسك تفشيتي وليتي كثر من القياس ولا لحمك مشرط وراه هولات وبزاف الامور. علاش غندير انا هادشي في راسي وانا باقا صغيره وانا باقا اللهم نكون ضعيفه هكا بحال هذا الشيء هذا السير ونكون ضعيفه هكا وواقفه الحمد لله بصحتي كنتمشى كنمشي للطواليت كناكل بحال الناس كنهضر بحال الناس كنوقف بحال الناس ماشي كنطلع جوج درجات وكنسخف كنتمشى من هنا اللي كنسخف ما كنقدرش. بالعكس خصك تكون فيك الرشاقه الا بغيتي تغلاضي غلاضي على الصح غلاضي على شي حاجه طبيعيه غلاضي على شي حاجه اللي ما غتضركش. ونزيدكم واحد الحاجه هاد زهيدي وهاد اوكي بي وهاد الدردق وهاد التخربيق هذا كامل راه كيزيد من خطر الاصابه بالاورام السرطانيه. علاش غنوصل راسي لهذا الشيء والمشاكل الهضميه والتخربيق هذا كامل علاش على ود نعجب واحد الشخص ولا على ود انه الناس كيتنمروا عليا ولا؟ راه فعلا الانسان كيكون صحيح بصحته وهو اللي كيخرج على راسه. علاش؟ لان شاف هذيك عندها واحد الفورمه زوينه ولا هذيك حشت لي الهضره انا خصني نغلاض ولا انا خصني نقد الفورمه ديالي. قدي راه ماشي نقول لك ما تقديش ولا عيب ولا حشومه ولا قدي ولكن على ودك انتيا على ودك انتيا باغا تشوفي راسك زوينه باغا تلبسي الحاجه تجي معاك وبزاف د الحوايج. ولكن باش تجي عندي وتقولي لي فلانه حشت لي الهضره ولا ما كنقدرش نخرج للزنقه ولا الناس كيتنمروا عليا ولا 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 راجلي قال لي غلاضي وليش ليا انا باغا نبدل من راسي على قبل شي واحد ولا على قبل الهضره ديال الناس
نهضره الناس ما كتساليش، نهضره الناس اقسم بالله وقت غلطي غيقولك غلطيتي، وكي كنتي قبل كنتي زوينه وكنتي الحوايج تيجيو معاك وكنتي خفيفه ورشيقه وكذا وهذا. شوفي عمرك ما تقولي لي الناس ولا كلام الناس في اي حاجه، اي حاجه بغيتي ديري في حياتك عمرك ما تقولي لي كلام الناس، صافي وسالينا. دير بغيتي تزيدي في الوزن زيدي، ماشي مشكل، ولكن زيدي بشي حاجه اللي صحيه، شي حاجه اللي ما غاديش تخرج عليك، شي حاجه اللي غادي تبقى قابطه في راسك، شي حاجه الا ما نفعاتك ما تضركش. ماشي انت اختي كتجيب ليا تزايدي مع تمنين الاصل ديالو، مع تمنين جاي، مع شنو دايرين فيه، مع باش مصنوع، وكتجي كتدخليه ليا للذات ديالك. المهم هذا الموضوع هذا صراحه مؤخرا ما بقيتش كنهضر فيه بزاف، لانني هضرت فيه بزاف وبزاف وبزاف وبزاف، عشرة شحال الفيديوهات عندي، وخصوصا دوك الكينات الرخاص اللي كيتباعوا في الفرماسي، وانا تشي هضرت عليه بزاف. حتى مؤخرا ما بقيتش كنهضر عليه، ولكن انا عاوتاني رجعت كنهضر عليه حيت بزاف ديال البنات كيدخلوا جداد، وبزاف ديال البنات كيطلبوا مني نهضر على هذا الشيء. ولكن شوفوا اقسم بالله العلي العظيم، الا كانت عندك صحتك حمدي الله وشكري، ما تبقاش تشوفي ليا هذيك عندها ما عرفت شنو، عندها المناطق الانثويه وعندها وانا ما عنديش. هذاك الشيء راه شوفوا هذاك الشيء راه والله العظيم احنا باقين في واحد العقليه اللي متخلفه. بغيتي تقدي راسك قادي ماشي مشكل، ولكن اختي ماشي على حساب صحتك، راكي كديري الموت البطيء راسك وانت ما عارفاش هادشي اللي كاين. صباح الورد اختي رشيده، عافاك، ممكن تهضري لينا على الواقي الشمسي بيافين؟ بيافين هضرت عليه بزاف المرات ولكن ربما ما شفتيش الفيديو. بالنسبه للواقي هو هذا بيافين، زوين صراحه، انا كنت كنستعمله ولكن مؤخرا ما بقيتش كنستعمله حيت بدلته، لان البشره ديالي ولفات عليه بزاف. كيصفي البشره، كيلق جميع انواع البشره، كيف ما كانت بشرتك ممكن انك تستعملي هذه الصغيره هذه، كيف ما كانت بشرتك راه زوينه، وغير هي ما تقربوهاش لعينيكم بزاف. المشكل والديفو الواحد اللي فيها هي انها كتحرق في العين، عين كيبقاو يدمعوا كيضروك، هادشي اللي خايب فيها. ولكن ابار هادشي شي حاجه زوينه بزاف، كتصفي البشره، كتحمي من الشمس، وكتحيد حتى دوك البقع، ولا كان شي كلف خفيف يلاه باديك، ولا دوك البقع الشمسيه اللي كتكون خفيفه راه كتحيدهم بمره، ما كيبقاوش نهائيا. وثمنها زوين، ما غاليش بزاف، دايره شي 110 درهم في البارا، وبالنسبه للفرماسيان 160 درهم. اختي رشيده اعتقيني الحل الحب شباب في الظهر، هذا المشكل هذا بزاف ديال الناس كيعانيوا منه، تيكون عندهم الحبوب في الظهر ولا هنايا في الصدر ولا في المهم في الفخذين، المهم ديك المنطقه السفلى. كنصحكم بتيتراليزال، ها هي هادي زوينه، حبه كل ليله لمده ديال شهر ولا شهرين، كل ليله كتشربي حبه قب طلب، وحتى ديال الوجه راه ماشي غير ديال الجسم وصافي، تقدروا انكم تستعملوها، يعني الا عندكم الحبوب في الوجه وما عندكمش في الجسم ديالكم، ولا مثلا عندكم في الجسم ديالكم ما عندكمش في الوجه، المهم فين ما كانت شي حبه اختي راه كتيبسها دراري وبنات. او ممكن تاخدي معاها هاد الكريم هادي، كوتاكنيل 5% جيل، جيل هذا ماشي كريم، 5% زوين بزاف، كتحطيه غير فوق الحبوبه اللي عندك في الدار، ولا الا كان ظهرك كامل يعني ما يمكنلكش انك تحطيه فوق الحبوبه، كدهنيها لظهرك كامل في ديك المنطقه اللي عندك فيها الحبوب. يعني الا خديتي هاد الجوج هادو راه زوينين بزاف، لا بالنسبه للوجه لا بالنسبه للكور. واحد الكومونتير، خلي لينا النمره نكوموندي لحسن، النمره دائما كنخليها لكم، كنخليها لكم في الفيديو، كنخليها لكم في صندوق الوصف، كنخليها لكم في اول تعليق، وغادي نعاود نخليها لكم بالنسبه للبنات وحتى الدراري اللي باغيين يكومونديو من عندي لحسن الصحراويه، غنخلي لكم النمره هنايا، ها هي راه دائما كنخليها. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لا ما فيهاش واتساب، بالعكس راه فيها واتساب، راه انا اصلا هاد النمره هادي دايرها على ود واتساب باش كدوزي لا كوموند ديالك، فيها واتساب وفيها حتى الابي العاديه. قولي واش تصلح للناس اللي عندهم بومزوي والحناش؟ بالنسبه للحسه تصلح للناس اللي عندهم بومزوي وعندهم فقر الدم، وبالنسبه للحناش، الحناش لا ما غاديش تصلح للحسه، وانما الا فيك الحناش كنعطيك واحد الكينه اللي ديجا راني هضر عليهم في القناه ديالي، كتدخلي عندي الواتساب كتقول لي راه فيا كذا وكذا وكذا، كنعطيك هذيك الكينه. زعما كنعطيك تشريها من الصيدليه، ماشي كنصيفطها لك ولا شي حاجه، كتشريها وكتاخدي حبه مثلا في الصباح على الريق، والحبه الاخرى كتاخديها سيمانه من بعد صافي، وكتاخدي الحسه عادي، وديك الساعات راه كتعطيك نتيجه، راه كتليق الفقر الدم وكتليق البومزوي. صراحه انا خديتها وصيفطات لي حتى البروتين، مازال يلاه قرعه، وبديت نشوف النتيجه، الحمد لله زوينه ومقومه كيف ما كتقول، هذه غير شهاده حق، الحمد لله على هذه الشهاده، الحمد لله ملي كنلقى بحال هاد الناس هادو اللي كيخليو ليا كومونتيرات زوينين، الحمد لله الله يخليكم عليا، كنحس بان المجهود ديالي وديك الثقه اللي دايرين فيا ما كتمشيش هباء منثورا، لان فريمون كنقدم لكم شي حاجه اللي رائعه بزاف.
نقية امينه ما فيها لا دواء لا كينه لا سيرو لا حتى شي حاجه. الحمد لله والشكر لله. وكنفرح بزاف ملي كنلقى بحال هاد الكومونتيرات اللي خداكم عليا. وبالنسبه للسؤال اللي بغيت نجاوب عليه هو لقيت واحد السيده كاتبه لها من التحت اختي عافاك واش ما فيهاش الحلبه؟ نجاوب على التليفون راه ما كنديرش فيها الحلبه، لان الحلبه بزاف ديال البنات ما كيبغيوهاش، كدير الريحه، وانا براسي ما كنتقبلش الحلبه ما نكذبش عليكم، كدير ريحه خايبه خصوصا لو كنتي كتقراي ولا كتخدمي ولا مع راجلك ولا بزاف د الحوايج، يعني كدير ريحه خايبه. دونك الحلبه انا ما كنديرهاش الا للناس اللي تيقولوا لي رشيده ديري لنا الحلبه في الحصه، هذيك الساعات عاد كندير الحلبه، اما نورمالمون انا ما كنديرهاش نهائيا. والاغلبيه ديال الناس ما كيقولوش ليا ديريها حيت بصح كتخنس بزاف الحلبه وكتخلي ريحه خايبه. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على البروتين واش مازال، راه مازال، راه كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات غادي نوقف هذا البرومو هذا، ولكن بزاف ديال البنات اللي صراحه عجبهم هذا البرومو كيما قلت لكم، بزاف ديال البنات اللي عجبهم هذا العرض هذا، وغادي نزيد لكم سيمانه واحده اخرى بحكم ان بزاف ديال البنات اللي كيكومونديو في رمضان كيضعفوا كينقصوا بزاف، فالعرض عجبهم بزاف. واخا تنكون محيده تيقولوا لي عافاك بغينا داك العرض، عافاك بغينا داك العرض ديال البروتين لتكبير المناطق الانثويه والحصى اللي كتزيد في الوزن كامله، شي حاجه اللي زوينه وصحيه. وكنلقى عاوتاني شي بنات كيقولوا لي رشيده كيفاش انت دايره كيلو ديال الحصى تبارك الله مع قرعه ديال البروتين ودايره لها ثمن مناسب؟ شوفوا البنات راه كيف ما كيقولك واحد المثال، اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. انا عندي الغرض ديالي هو انني نبيع بزاف بواحد الثمن اللي هو جد مناسب اللي يليق ليا ويليق حتى الناس، لان كاين الدرويش كاين اللي عنده كاين اللي على قد الحال كاين اللي ما عندوش كاع، كل واحد وهو، فداك الثمن غادي يناسبنا جميع بينا، داخل فيه التوصيل داخل فيه كل شيء. الحمد لله الانسان ما كيخصوش انه يطمع عاوتاني بزاف، راه قسما بالله العلي العظيم الى الحسه اللي كندير انا بقوه ما هي مقومه وبقوه ما هي فيها مكونات بزاف راه تستاهل حتى ل 400 درهم، اقسم بالله العلي العظيم الا تستاهل 400 درهم، ولكن انا دايره واحد الثمن اللي هو جد مناسب طايح حتى الارض كيف ما تنقولوا، ماشي مشكل كيف ما قلت لكم، اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. انا ما عنديش هدف انني نبيع كيلو ولا جوج كيلو في شهر ولا في شهرين، الحمد لله كاين اقبال، الناس تاقوا فيا، وانا عاوتاني ما كنكذب حتى في شي حاجه وما دايره فيها حتى شي حاجه، وزوينه وامنه، ممكن المراه المرضع تاخذها، الدراري الصغار ياخذوها، الرجال ياخذوها، الا الحامل، الحامل لا، لان تيكون فيها إلان، تيكون فيها يعني مكونات اللي ما يليقوش للحامله، هادشي اللي كاين الصوجا بزاف الحوايج. هذا ما كان، ونتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وحتى نتوما شكرا لكم بزاف على الثقه اللي كديروا فيا، راه الثقه هذه راه ما كتقدر حتى بشي ثمن قسما بالله، لا غير الشكر ديالكم اللي كتشكروني في الواتساب وكتدخلي عندي رشيده والحساء عجبتني ومقومه وراه بدات كتبان لي النتيجه، وكاين اللي كتصور كتمشي كتوزن وكتصور لي الوريقه كتقول لي ها شحال في يوم اللي غادي ناخذها غادي نعاود نصور لك، وكاين اللي كتزاد وكاين اللي كتاخذ غير قرعه وحده وكتزاد، كاين عاوتاني اللي كتكون ضعيفه بزاف كيخصها شويه المداومه، كل وحده وهي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على شحال كتبان النتيجه، انا ما غاديش نقول لك النتيجه غتبان لك من هنا 15 يوم ولا من هنا 10 ايام ولا من هنا شهر، النتيجه لو كور ديالك اللي كيحددها، باش ما نكونش كنكذب عليكم ولا ندير لكم بحال الاخرين ولا نقول لكم اه فوالا خدي هاد الحصه هادي ديالي راه زوينه غتزيدك في 10 ايام، هذا راه ما كايناش، راه لو كور ديالك هو اللي كيحدد فوقاش غادي تزادي، واش انت اصلا عندك الشهيه كتاكلي مزيان ولا لا، لان حتى الماكله كتعاون، واش عندك فقر الدم، واش عندك بومزوي، واش عندك الاعصاب، راه كل وحده وهي. دابا مثلا نقدر ناخذها انا الحمد لله ما فيها حتى شي مشكل، ما عندي حتى شي مشكل، ناخذ غير قرعه وحده غادي تعطيني نتيجه، ولكن كاينه وحده اخرى اللي مسكينه ديجا مريضه راه ما غاديش تعطيها النتيجه اللي عطاتني انايا، غير خصها تاخذ 2 كيلو بعدا ولا 3 كيلو شويه بشويه، كتزاد شويه بشويه، ماشي بحال اللي وحده ما عندها والو غير باغيه تزيد ولا باغا تزيد غير المناطق الانثويه ولا، راه الحمد لله دغيا وصافي هادشي اللي كاين. وتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد، واللي بغات تكوموندي الحصه هي النمره غنخليها لكم هنايا، مرحبا والف مرحبا.